Jorge Facela, Tars. إذا بالنسبة للتنفس 40.5%، وبالنسبة للتخمر 2.13%. إذا بالنسبة للتخمر عندنا مردودية كيف هي؟ قليلة ضعيفة جد ضعيفة مقارنة مع ظاهرة التنفس. نعم انتبهوا، في التنفس ما هي فضلة التنفس؟ CO2 و H2O، وكنحصلوا على CO2 زائد H2O، هذه فضلات معدنية، نقول حثالة معدنية لا تحتوي على طاقة. التنفس هو استغلال لكل الطاقة الكامنة في الجلوكوز، كل تلك الطاقة الكامنة في الجلوكوز يتم استغلالها. وطبعا هذا 40% هي قليلة بالنسبة للطاقة الكامنة في الجلوكوز. إذن خلال تحويل الطاقة من الجلوكوز إلى ATP هناك هدر لطاقة، ضياع، يعني كتبدد لنا الطاقة، كتمشي على شكل حرارة. إذن هنا ما تبقاش عندي طاقة، فنقول أن الجلوكوز هو أن التنفس هو استغلال لكل الطاقة الكامنة في الجلوكوز، يعني كل الطاقة الكامنة في الجلوكوز يتم استغلالها. في التخمر الكحولي نحصل على ماذا؟ الفضلة ديال التخمر الكحولي ما هي؟ اثنان إلا الفضلات ديال التخمر الكحولي. شوفوا التفاعل ديال التخمر الكحولي، ها نحصلوا على ماذا؟ ماشي ATP، الATP راه طاقة كنركبوها. كنتكلم لكم على فضلات، قلنا فضلة التنفس هي CO2 و H2O، بالنسبة للتخمر كنحولوا حمض البيروفيك إلى ماذا؟ إيثانول مع من؟ CO2. إذن كنحصلوا على CO2 ونحصلوا على الإيثانول. الإيثانول هو CH3 CH2 OH، هذه مادة عضوية لا زالت تحتوي على طاقة. إذن معناه في التخمر الكحولي هذا الكحول ما زال فيه طاقة. عندي تخمر لبني، ماذا يعطينا كفضالة؟ الحثالة ديال التخمر اللباني. لماذا سمي بالتخمر اللباني؟ يعطينا حمض لباني، ويعني الفضالة ديالو هي الحمض اللباني. الحمض اللباني هو CH3 CHOH COOH، هذه مادة عضوية، كل جزيئة جلوكوز تعطيني جزيئتين من الحمض اللباني. هذه الجزيئات تخزن واحد الطاقة كبيرة في العضلة. غادي نتكلموا على التخمر اللباني في العضلة. في العضلة عندي العضلة عندما تجري عملية التخمر كتطلق في الدورة الدموية هذا الحمض اللباني، جزء منه يتأكسد في الدورة الدموية يعني ضايع، طاقة ضائعة، وجزء آخر عندما يمر الدم عبر الكبد يحجز ويحول من طرف خلايا الكبد من جديد إلى جلوكوز، يتحول لنا الجلوكوز، يعني يعاد استعماله، مازال فيه طاقة. إذن إلا خدينا التنفس هو استغلال لكل الطاقة الكامنة في الجلوكوز، كل الطاقة الكامنة في الجلوكوز استغليناها، ما بقاش عندي هنايا طاقة، لأن عندي حثالة كيف هي؟ معدنية. هنا عندنا حثالة أو فضلة عضوية، إذن هذه لا زالت تحتوي على طاقة، وبالتالي كنقولوا في التخمر لدينا استغلال جزئي للطاقة الكامنة في الجلوكوز، يعني ماشي استغلال كلي، استغلال جزئي، مازال راه هنا موجودة طاقة، مفهوم؟ هذا هو، لأننا نحصلوا على مادة عضوية.
إذن غادي ترجعوا ل باش نمروا للفقره المواليه غادي توضعوا نلاحظوا ان مردوديه التخمر ان مردوديه التخمر هي جد ضعيفه هي جد ضعيفه مقارنه بمردوديه التنفس. وفي نهايه هذا الدرس سنجري مقارنه بين ظاهره التنفس وظاهره التخمر. هذه المقارنه ساعطيها لكم على شكل جدول. جدول مقارن انتم تقدروا تحولوها الى نص مثلا في حاله سؤال مقالي. إذن غادي توضعوا تاسعا. سطروا الجدول بقلم الرصاص باش عند النهايه يمكن تمسحوا. على اليمين ظاهرة التنفس، على اليسار ظاهرة التخمر. الأساسي لكي يتم التنفس وسط حي هوائي، يعني وسط فيه الأكسجين. وإذن هنا غادي نوضعوا تتم، يعني الدائرة تتم في وسط حي هوائي، يعني يحتوي على أذن. هذه أين تتم؟ العكس، في وسط حي لا هوائي. ينعدم فيه أذن. ما المرحلة المشتركة بين التنفس والتخمر؟ انحلال الجلوكوز في الجبلة الشفافة. إذن في الظاهرتين عندنا انحلال الجلوكوز في الجبلة الشفافة. الجلوكوز إلى جزيئتين من حمض البيروفيك في الجبلة الشفافة. نفس الشيء هنا، يتم فيها انحلال الجلوكوز إلى جزيئتين من حمض البيروفيك في الجبلة الشفافة. المصير، ما مصير حمض البيروفيك بالنسبة للتنفس؟ بالنسبة لظاهرة التنفس أين؟ داخل الميتوكوندري، يعني في ظاهرة التنفس عندنا وتدخل الميتوكوندريات. هنا في التخمر لا تحتاج إلى ميتوكوندريات، نبقى في الجبلة الشفافة. الكل يتم في الجبلة الشفافة، كل التفاعلات تتم في الجبلة الشفافة. إذن تحتاج الظاهرة إلى تدخل الميتوكوندريات. هذه كلها تتم في الجبلة الشفافة.
لا تحتاج إلى تدخل الميتوكوندريات. قلنا تنفس منذ حين يعطي لي حثالة، كيف هي؟ معدنية CO2 و H2O. هل الحثالة المعدنية ليس فيها طاقة؟ ما معنى هذا؟ معنى أن التنفس هو استغلال لكل الطاقة الكامنة في الجليكوز، وهنا استغلال كيف هو؟ ماذا قلنا عنه؟ جزئي. هنا كلي وهنا جزئي. حيث نحصل على حثالة، حثالة هي الفضالة، حثالة معدنية عن CO2 و H2O ليس فيها طاقة، إذن لأنها رجعت معدنية. هنا عندي العكس، استغلال جزئي، استغلال جزئي، لأننا نحصل على حثالة عضوية لا زالت تحتوي على طاقة، استغلال جزئي للطاقة الكامنة في الجليكوز، حيث نحصل على حثالة عضوية. عندي كحول إيتيلي، هذا في التخمر الكحولي، أو حمض لباني، هذا في التخمر اللباني. إذن حثالة عضوية لا زالت تحتوي على طاقة، لا زالت تحتوي على طاقة. نقارن على المستوى المردود الطاقي، كيف هو المردود ديال التنفس؟ نعم، جوج اتي بي. إذن هنا عندي مردودية طاقية مرتفعة عندنا 38 اتي بي، كتعطينا قلنا 40.5%، وهنا مردودية طاقية ضعيفة عندنا جوج اتي بي، وهاد جوج اتي بي نحصلوا عليها خلال انحلال الجليكوز فقط، يعني غير في المرحلة الأولى ديال وغلقوا الجدول في الأسفل.
وثيقة زوج؟ هل وثيقة؟ لا هكذا صافي؟ وهذا هو الترتيب. هذه والجهة الأخرى وثيقة زوج وثلاثة.